أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية بعنوان الأخت حديقتي جنتي. الأخت حديقتي جنتي تقول هل الإسلاميون الأحزاب الإسلامية هل هي تؤمن بالديمقراطية أم ما تؤمن؟ تقول أنا دا لاحظ يعني التاريخ يعيد نفسه. قلت لها شلون بنتي؟ قالت سابقا بذاك النظام الفات اللي حكمنا 35 سنة كانت دكتاتورية، يعني حزب واحد، قائد واحد، الفذ الضرورة، ما حد يقدر ينتقد النظام، لا النظام ولا زوجة النظام ولا أبناء النظام ولا أقرباء النظام. الآن نفس الشيء، يعني إحنا دا نشوف التاريخ يعيد نفسه. تقول أنا مثلا أجيب لك في سبيل المثال حجي على سائرون، يعني سائرون اللي ينتقد بيهم أي واحد، ينتقد مثلا سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله، أو ينتقد أي قيادي، يتكالبون عليه بالحجي بالسب بالغلط، لربما بالتهديد ولربما توصل للضرب، يعني يضربون هذا الإنسان. تقول صارت إحنا يعني بمنطقتنا جيراننا صارت مناسبة حفلة ختان يعني بيت جيراننا تقول طهرت ابنهم حفلة الختان، ورحنا صار نقد قبت وصارت مشكلة وعركة. والآن مثلا في سبيل المثال نشاهد مثلا كاظم الصيادي هذا النائب، يعني انتقد المنهج أو انتقد سماحة السيد مقتدى أعزه الله، انتقده، نشوف راحوا مظاهرات ينبيته بالكوت ويطلعون مظاهرات وما أعرف شنو. زين هذا الشيء صحيح؟ يعني الناس غير تحكي ما في داخلها، تعبر على ما في داخلها، كل انسان يحكي عن اللي داخله اللي وده يخليه مضموم بقلبه. يعني نتذكر مره صدام طلع تقول قالهم للاعضاء الحزب، قالهم والله اللي اسمع يهمس همس اطروا اربع قطع، اربع وصل اسوي. زين احنا يعني نفس الشيء ينعاد، خلي الناس تنتقد سماحة السيد مقتدى، تنتقد المرجع، تنتقد أي إنسان كان ينتقد، بس تتناء الذات الإلهية والباقي عليك عم وليدك أنت تكمل. أولا بنتي أنا أقدم لك جزيل الشكر والاحترام حقيقة، لأن أنت من المواظبين أو المستمرين بتدخلاتك، يعني مداخلاتك، العفو مو تدخلاتك، مداخلاتك وأنا بالقناة نشكرك. بس اتهم ايضا ما خليتينا شيء نحكي به، راح نتكلم احنا على شيء بسيط. يعني اخواني الاعزاء، الظاهر يعني الظاهر ماكو ديمقراطيه بالاحزاب الاسلاميه. الاحزاب الاسلاميه ما تؤمن بالديمقراطيه، تؤمن بالفرد الحاكم، يعني بالمرجع المعين، رجل الدين المعين يقولهم اليوم سبت سبت، يقولهم اليوم ثلاثة يقولوا له نعم ثلاثة. احنا هاي يعني اكتشفناها او احنا لمسناها من خلال الاحداث اللي صارت عندنا بالعراق من وراء 2003 والحد هذا اليوم. احنا نقول من حق اي انسان ان ينتقد، انت من حقك ان تنتقد اي انسان، بس الذات الالهية واحد ما ينتقدها، بس الله سبحانه وتعالى، وانما الاوصياء، الملوك، الرؤساء، رجال الدين، رجال العلم، رجال السياسة، من حقك أن تنتقد أي إنسان كان. وسماحة السيد يعني الله يحفظه، يعني هو إنسان حال هاي البشر، يعني لا هو نبي ولا هو إمام العفو ولا هو مرجع، يعني حتى واحد ما ينتقده. حتى لو كان إمام من حق الإنسان أن ينتقد الإمام وينتقد المرجع وينتقد أي شيء كان، ولكن نشوف إحنا للأسف الشديد يعني عندنا جهل، مو بس أتباع السيد مقتدى، أكثر الناس عندنا جهل بمفهومهم للسياسة. يعني أكو ناس تقول لك اللي مو يانا علينا، يعني لو تصير أنت ويا التيار، لو تصير ويا الحزب الفلاني أو الجمعية الفلانية أو التكتل الفلاني، إذا ما تصير وياهم يعني أنت عليهم ضدهم، وهذا غلط. الناس عندها آراء، عندها اقتراحات، عندها وجهات نظر. حسب ما يقول أحد الأشخاص يقول لك يمسي المرء مسلما ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مسلما.
أنت الآن تؤمن بهاي الأفكار، ولكن ثاني يوم ما تؤمن بهم. وشفنا احنا هاي الأحداث الأخيرة، يعني 72 أو 74 صوت يعني ضحى بها سماحة السيد مقتدى أعزه الله ورفضها، في حين الناس كانت معلقة آمال عليها أن يساند المتقاعدين بقرارات، أن يخفض الدولار، أن يخصص مبلغ ربع دولار أو نص دولار على كل برميل نفط صدره للشعب العراقي. يعني كانت الناس متأملة آمال هواية، تخفيض أجور الكليات والمعاهد الأهلية، منقول غلقها، تخفيضها للنص للربع. يعني ناس كانت معلقة آمال كلش هواية وطلعت للانتخابات، ولكن سماحة السيد انسحب. هذا رأيه، ومن حقنا احنا، يعني احنا من حقنا ان ننتقده، ان ننتقده نقول له ليش انسحبت بيننا، وهو الى وجهة نظره واحنا الى وجهة نظر. ولذلك يا اخواننا الاعزاء، يعني سبب الان تخلفنا او سبب تأخر الشعب العراقي واكثر بلادنا العربية هو الجهل بالعلوم السياسية. يعني مو شرط الا ندخل علوم سياسية حتى نصير سياسيين، وان ماشيين بين. أنا من حقي أنتقد أي إنسان كان، مو تجي تقول لي هذا تاج رأسك الأستاد، ما من حقك تنتقد الأستاد، أو ما من حقك تنتقد الدكتور، أو ما من حقك تنتقد الشيخ، مو من حقك تنتقد السيد تاج رأسكم وما تاج رأسكم وما تشنون وشالين تواثي وتغنون، هذا يغني وذا. يا أخي كرسوا جهودكم لخدمة العراق، لخدمة العراقيين. قوموا بنظافة بغداد، بتنظيف محافظاتكم، البنى التحتية، وانها ستتردون يألفون حكومة خدمات. زين من 2003 لهسة وين هالعدد الخدمات؟ شنتوا تسوون؟ هذا موضوع ان شاء الله نتحدث به، ويسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. اكتبوا آراءكم اخواني واقتراحاتكم، وطبعا اخوان باب النقد او باب الرد مفتوح لاي انسان يريد يردنا، احنا نكتب موضوعه وننشره وما عندنا اي مانع. واحنا مثل ما تعرفون اخوان، احنا قناه مستقله تهتم بالفرد العراقي بغض النظر عن شكله ولونه وانتماء القومي وانتماء السياسي. يعني قناه مستقله تعمل من اجل اسعاد شعبنا العراقي، محاربة الإرهاب، محاربة الفساد والفاسدين. ومع ألف سلامة.